الزمن كشفهم، والتاريخ أسقط عنهم آخر ورقات التوت، فلم يعد لهم شيئا يخفون به سوء ما عملوا وسوء ما دبروا. كانوا يعتقدون في وقت من الأوقات أنني منهم ويمكن أن أنخرط في مؤامراتهم، ولكن أخطأوا العنوان، فلست منهم وليسوا مني. من الواضح أننا وصلنا إلى 100 متر الأخيرة في الصراع المحتدم بين حركة النهضة وحلفائها وبين رئاسة الجمهورية. تتوجه أنظار فريق الديمقراطية المغشوشة إلى تاريخ 10 ديسمبر ومدينة صفاقس، وتحاول أن تستثمر في أزمة النفايات وفي التحركات الاجتماعية المطالبة ببيئة سليمة. فالماكينة الإعلامية للشيخ بدأت بالحشد وبالتجيش في محاولة لتحويل الإضراب العام المرتقب في صفاقس إلى نقطة انطلاق لاستعادة الديمقراطية المسلوبة. والبيانات الموقعة من الأحزاب التي ترى من مدينة صفاقس ورقة محتملة للمساومة في صراع السلطة والكراسي بدأت تتهاطم من رموز العشرية السوداء، حيث أعلنت أحزاب الجمهوري والتيار والتكتل عن مساندتها لما اعتبر بيوم الغضب في صفاقس. أما فريق الرئيس والذي وقع في فخ اللعب السلبي وإضاعة الوقت، فتتجه أنظاره إلى ذكرى 17 ديسمبر والتي أصبحت عيدا جديدا للثورة. تصريحات مدوي لرئيس الجمهورية الذي أعلن أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن المواعيد الذي ينتظرها الشعب والقيام بالإصلاحات التي ستشمل الدستور والقانون الانتخابي وعديد القوانين الأخرى التي وضعت على المقاس وفق تعبيره. كما أعلن أن وزارة تكنولوجيا الاتصال قد قطعت أشواطا بخصوص الاستفتاء الإلكتروني التي سيتم تنظيمه مع الشباب ومع الشعب التونسي بصفة عامة. قيس سعيد يرد بشكل مباشر على تصريحات رشد الغنوشي اللي قال فيها أن البرلمان سيعود أحب من أحب وكره من كره، معتبرا أنه يحلم من يتصور أنه سيعود إلى الوراء، ومتعهدا بتطهير البلاد ودعوة ممثلي القضاء لتطهير القضاء، حيث اعتبر سعيد أن الدولة هي من تنظم القضاء وليس القضاء من ينظم نفسه بنفسه بناء على التوازنات السياسية والتدخلات. قيس سعيد انتقد في أكثر من مناسبة أداء القضاء والتخاذل في المحاسبة وتعطيل الملفات، وهدد بشكل مباشر لإصدار مراسيم لتفعيل تقرير دائرة المحاسبات فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية والتمويلات المشبوهة للأحزاب، فيما اعتبر مناورة قانونية للالتفاف على قضاء البحيري وجيوب حركة النهضة في جسد العدالة. رد شيخ التنظيم على نوايا قيس سعيد لإصدار مراسيم لحال البرلمان وإسقاط قوائم النهضة وسلبهم الشرعية التي يستغلونها للتحدث باسم تونس في المحافل الدولية لتشويه صورتها واستجداء التدخل الأجنبي لم يتأخر كثيرا. ففي بيان موقع باسم الغنوشي، استنكر المكتب التنفيذي لحركة النهضة استثمار الرئيس الدولة قيس سعيد في اعتماد ما وصفته بالخطابات المتشنجة وخطابات التخوين، كما استنكر أيضا استغلال رئيس الدولة اجتماعه بالمجلس الأعلى للجيوش لتصفية حساباته مع خصومه والإصرار على إقامة المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي بدل احترام مهامها كما حددها الدستور. وانتقدت ما وصفته ضغط رئيس الجمهورية على القضاء والتهديد باتخاذ أوامر ومراسيم، قالت أنها على المقاس رغبة منه في السيطرة على دواليب الدولة والتخلص من معارضيه في تناقض صارخ مع الدستور مقابل صمته التام عن المخالفات الواردة بشأنه في تقرير محكمة المحاسبة. يمر الجميع إلى السرعة القصوى، حركة النهضة تحاول الاستثمار في الأزمات وتحشيد الشارع من جديد مستتيرة بشعارات الحرية وحقوق الإنسان ومتباكية على ديمقراطية اللوبيات والريع. ويجد قيس سعيد نفسه أمام آخر فرصة لغلق ملف الإخوان بشكل نهائي والالتفات إلى القضايا الحقيقية للشعب، في حين تنقسم آراء الأحزاب السياسية بين مؤيد ومعارض ومتحفظ. النائب المجمد عدنان حاجي حذر من عودة حركة النهضة بشكل قوي إذا فشل مسار 25 جويلية، وشدد على ضرورة تغيير القانون الانتخابي حتى يفرز أغلبية، واعتبر أن المشكل أيضا يتمثل في النظام السياسي شبه الرئاسي وشبه البرلماني، ودعا إلى ضرورة إرساء نظام رئاسي معدل يقتصر فيه دور البرلمان على الدور التشريعي. وقال الحاجي إذا فشل مسار 25/7 النهضة ستعود بقوة وستعود أقوى مما كانت، وسيعود الوضع لأسوأ مما كنا فيه. أما اتحاد الشغل وحركة الشعب والذين يعتبران من الحزام السياسي لمسار 25 جويلية، فقد أكدا اليوم أثناء اللقاء أنهما يشتركان في مساندة إجراءات رئيس الجمهورية، لكن يشتركان أيضا في معارضة انفراد قيس سعيد باتخاذ القرار فيما يتعلق بمستقبل البلاد وضرورة التسقيف الزمني للإجراءات الاستثنائية وعدم
أمام الانفراد بالرأي. نقترب شيئا فشيئا من خط النهاية، فبين أحلام العودة إلى ما قبل 25/7 وبين المرور نحو الجمهورية الثالثة تتقلب الآراء والمواقف وترتفع وتيرة التصريحات، ومن المرجح أن يكون شهر ديسمبر شهر شديد الحرارة على الجميع. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة باش يصلكم كل جديد، وشكرا. أخبار، سياسة، تقنية، محتوى مختلف، بنظرة شبابية تونسية. عالم أميرة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.